لماذا من مجلس المجتمع المدني بجهات فاس مكناس بالانخراط والمساهمة في الدفاع وترسيخ الثوابت والمقدسات الوطنية والذي جعله الهدف الرئيسي لأنشطته، وفي إطار استفادة الشعب المغربي بذكرى ثورة الملك والشعب وانطلاقا من الخطاب الملكي الثاني لعشرين أغسطس 2021 والذي قال فيه جلالته: إن تحديد ذكرى ثورة الملك والشعب هي خير مناسبة استحقاقية التضحية والوفاء في سبيل حرية الوطن واستقلاله، وهي ليست فقط حدثا تاريخيا وإنما ثورة مستمرة تلهم الأجيال المتعاقبة لنفس الروح الوطنية الحق للدفاع عن الوطن ومؤسساته ومقدساته. الخطاب الملكي 20 أغسطس 2021. فإن مجلس المجتمع المدني بجهاز فاس مكناس وفعالية المجتمع المدني بمكناس بالتنسيق مع النيابة الإقليمية للقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمكناس، وفي إطار تقليدها لمعركة ألواح المجيدة، سيخلد ذكرى أحداث 25 يوليوز 1955 والتي ضحت فيها الساكنة المكناسية بالغالي والنفيس من أجل عودة المغفور له الملك محمد الخامس لعرشه وحصول المغرب على الاستقلال. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. سورة آل عمران الآية 160. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. سورة الأحزاب الآية 23. إذن هذه لائحة أسماء الشهداء أحداث 25 يوليو 1955: خديجة العلوي، محمد بن يزيد، عمر بن علي التازي، الحدار بن عبيد الصحراوي، بن عيسى المساكي، بوشتة المجاطي، بن عسو الزموري، اليزيد الصحراوي، عبد السلام السهاجي، الغازي الصحراوي، عمر فيلالي، إدريس فرادي، إدريس الهواري، عبد اللطيف قلبي، أحمد التوزاني، محمد الركراكي، الحسن المنابهي، صالح بن معزة، الجلالي العزاوي، أحمد الشقرون. إذن إن تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب هي خير مناسبة لاستحضارهم التضحية والوفاء في سبيل حرية الوطن واستقلاله، وهي ليست فقط حدثا تاريخيا وإنما ثورة مستمرة تلهم الأجيال المتعاقبة بنفس الروح الوطنية الحقة للدفاع عن الوطن ومؤسساته ومقدساته. وأعيد عليكم خطاب جلالة الملك 20 أغسطس 2021. إذا من ضمن أنشطة وأهداف هذا النشاط هو تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وخاصة أحداث 25 يوليو 1955 في مكناس، استحضار قيم التضحية والوفاء في سبيل حرية الوطن واستقلاله. تسليط الضوء على محطة أحداث 25 يوليو 1955 كحدث تاريخي ووطني، إلهام الأجيال المتعاقبة بنفس الروح الوطنية الحقة، الدفاع عن الوطن ومؤسساته ومقدساته، التعريف بالتضحيات الجسام التي قدمها ساكنة مدينة مكناس للدفاع عن العرش العربي المجيد وتحرير الوطن من قبضة الاستعمار الغاشم، إشراك المجتمع المدني في نشر الوعي الوطني وترسيخ إشعاعه وتجلياته في صفوف شرائح وفئات المجتمع، الدعوة إلى استلهام ما تطفح به الملاحم الوطنية من دلالات رمزية وأبعاد عميقة من أجل تحسينها وتجذير الروح الوطنية السابقة. وشكرا.